أهلا بحضراتكم مرة تانية في هذه الفقرة. هنروح وقصة أيضا مختلفة وخلينا نقول قصة مهمة، عمرو السوهاجي وهو أسطورة من الأمل وبطل مصر أيضا في السباحة البارالمبية، واحد من 20 شخص عالميا بيمارس رياضة السباحة البارالمبية وخاصة فيما يتعلق بالصدر، صح؟ تمكن كمان من الحصول على المركز الرابع وحصد الميدالية الذهبية لمصر في تصفيات برلين للتأهيل لبطولة كأس العالم، فرق 10 ثواني فقط، أقل من الوقت المطلوب كمان. كرامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن بعثة السباحة البارالمبية بعد رجوعها من بطولة العالم بالمكسيك في بداية عام 2018، وبيستعد أيضا لمجموعة من البطولات خلينا نقول المحلية والعربية والدولية أيضا. قصة مختلفة وملهمة هنتعرف عليها في فقرتنا النهاردة، بس خلونا نرحب بالكابتن عمرو السوهاج كابتن منتخب مصر للسباحة البارالمبية. صباح الخير، كل سنة وحضرتك طيب ومنورنا. صباح الخير ورمضان كريم. رحلة 7 سنين، رحلة تحدث عن مصر 8 سنين، تحدي كبير قمت بيه الفترة اللي فاتت، عايزين نعرف البداية. هي البداية كانت حادثة عربية في 2010، كنت أنا و كريم الدخيلي الله يرحمه وتوفى في الحادثه. فريق السرعه زياده، العربيه اتقلبت 15 مره لمسافه 3 كيلو. كان حصل لي كسر في الرقبه وفي الصدر وخمس فقرات في العمود الفقري، وكانت مع الحبل الشوكي هي اللي سببت شلل رباعي. معاها فقدت القدره على الاحساس والحركه من اول رقبتي لغايه رجلي. فطبعا انا كنت بلعب ملاكمه في الاكاديميه المصريه للملاكمه قبل الحادثه. فطبعا تغير 180 درجه من يعني طبعاً. الرياضه بتعتمد على الحركه بشكل طبعاً. كلي وبقيت اصبحت ويل تشير يوزر يعني. فطبعا كانت نقطه تحول كبيره قوي في حياتي يعني. يعني احنا طبعا هو رمز يعني انت رمز للبطوله، مش قصدنا للتفكير، ولكن السؤال يعني برضو صعب العبء النفسي قبل ما يكون العبء البدني، انك تتحول من ده ازاي قدرت تعمل الشكل ده؟ لانه البعض بيقول انه قد تكون لا قدر هذه النهايه، لكن انت حولتها لبدايه جديده خالص، فازاي قدرت تعمل ده؟ في وقت فعلا فكرت فيه ان هي دي خلاص يعني نهايتي، وقعدت فتره حوالي سنتين بحاول استعيد برضو التوازن النفسي بتاعي من اول وجديد من ساعه الحادثه. لان كنت من وقت ما الحادثه حصلت اوكي فاهم ومستوعب ايه اللي حصل لي، بس ايه الخطوه الجايه اللي المفروض اعملها مش عارف. تقبل صعب بالظبط. طبعا الاهلي كان ليهم دور كبير جدا بالنسبه لي، يعني مش كبير خالص انا اقول ان هم اصبحوا ظهري ورجلي من بعد الحادثه، يعني دعم النفسي من الاهلي كان طبعاً. واصحابي طبعا كل اللي حواليا، فالحته المعنويه دي كانت مهمه جدا بالنسبه لي في الريكفر بتاعي. بس ايه اللحظه اللي انت قررت فيها لا انا مش هستمر كده، انا لازم الاقي بديل؟ حتى فكر كتير، لقيت انه فعلا سواء يعني طبعا الواحد بيحزن وبيزعل والكلام ده، بس ده مش هيكون ليه نتيجه. يعني اخره الواحد مثلا يحزن او يكتئب ملوش حل، صحيح ملوش فايده. ف لقيت مقررت عملت بلان ان انا نمشي 1 2 3، اول مرحله تبقى الريكفر من الاصابات اللي عندي، ثاني مرحله نركز في العلاج الطبيعي، وكان كل تركيزي في الفتره دي كعلاج طبيعي بحيث ان انا اخف. مش لسه خالص في خيالي خالص مجال الرياضه، او ان انا يبقى في رياضه اصلا، مش عارف حاجه ان في حاجه اسمها رياضه للاشخاص ذوي الاعاقه في مصر يعني. بس لغايه ما ودي كانت مرحله طويله شويه، قعدت انا قعدت حوالي من 2010 لغايه 2014، اربع سنين تاهيل بس ريكفر وعلاج طبيعي. ودي كانت البدايه يعني بالزبط. ده بقى طلوع السلم بالظبط. يمكن يعني اسئلتي كتيره جدا، ولكن يعني انا من متابعتي كده لحضرتك، حضرتك يعني تمكنت من تحريك الاكتاف وسباحه الصدر، وهي بتعتبر كمان من اصعب الانواع، ازاي عملت كده؟ هي برضه هرجع للنقطه في البدايه، انا عايز اقول لك نتيجه اصابتي انا ما كانش بتحرك غير عينيا. اوكي. ف كان ده حطني قصاد اول قرار خدته في حياتي من ساعه الحادثه. سافرت كتير بره مصر، كل دوله تقول لي ان علاجك 90% منه علاج طبيعي مكثف. فده كان اول قرار ان انا يا اما افضل في البيت ورايح جاي اوت بيشن على مراكز العلاج الطبيعي سواء في مصر او بره مصر، يا اما افضل مقيم فيها. فانا من 2010 انا ما قعدتش في البيت يوم، انا مقيم في مراكز العلاج الطبيعي سواء في مصر او بره مصر. عشان طبعا ده الهدف بتاعي ان انا ارجع تاني على رجلي. طبعا اي حاجه تانيه ممكن الواحد بيعوضها بعد كده يعني. صحيح. فطبعا احنا بنتكلم في 8 سنين علاج طبيعي مكثف، جيم، سباحه، فده الحمد لله اللي حولني من انا ما كانش بتحرك فيها غير عينيا ان انا ابقى قاعد معاكم النهارده يعني. طبعا الجزء الثاني، طبعا انا كنت اتعرفت في 2014 على العميد يسري عبد العزيز الله يرحمه، العميد قوات بحريه، ده يعتبر الاب الروحي لرياضه الاشخاص ذوي الاعاقه في مصر. اوكي.
فده اللي اقترح عليا ايه رايك نجرب سباحه يعني. قلت له سباحه ازاي؟ وثلاث ارباع جسمي مش شغال يعني هغرق. قال لي نجرب بس يعني. والعلاج المائي كمان كان جزء من العلاج. بالظبط دي كانت انت اصلا كنت بتعوم قبل الحادثه؟ خالص خالص ما هي دي يعني زيك بالظبط حقيقه يعني زمايل في الموضوع ده ما بعرفش اعوم بسرعه. هي كل حاجه بتاخد وقت بالتدريب والوقت والاصرار ده حاجه بتبقى سهله يعني. صحيح. فالعلاج المائي كان نوع من العلاج الطبيعي طبعا بالنسبه لي، فما قلنا نجرب يعني منها علاج طبيعي ومنها كرياضه يعني. فجربنا السباحه وكان في البدايه في حمام سباحه بتاع اطفال يعني عمقه 80 سنتي وكنت بغرق فيه برضو يعني طبعا. شويه شويه الحمد لله ابتدينا ناخدها بشكل احترافي شويه. تعرفت على كابتن عماد التركي وكابتن وليد جمال مدربين المنتخب، وبصراحه بمجهودهم طبعا دخلت المنتخب بقى. كان ده الكلام ده كان في اول 2017. من قبلها كان في بطوله كاس مصر في 2015 كانت بطوله الجمهوريه بطوله كاس مصر. كاس مصر دي كانت في اسكندريه خدت فيها الفضيه. وبعد كده الجمهوريه 2015 2016 و2017 دخلت البطوله دي كمان بعد 3 شهور بس تقريبا تدريب يعني. دي بطوله الجمهوريه بعد 3 شهور دي كانت اول بطوله خسرتها. والبطوله دي يعني انا بعتز بيها اكتر من ان انا كسبتهم، عشان كان لسه بالظبط بقالي 3 شهور بس بتعلم. بالظبط ما هو انا 3 شهور فقط دخلت البطوله. بس هو كان ليهم تارجت من ورا البطوله دي ان هو الاحتكاك يصحي روح المنافسه تاني جوايا يعني. كنت وصلت لغايه 25 متر وخلاص مسكت في السور قلت له انا مش قادر اكمل يعني كده ديسكواليفايد. قال لي لا كمل تاني. قلت له خلاص انا خسرت هكمل ليه؟ لا كمل تاني بس. فلما كملت وطلع لقيت زمايلي بيعلقوا ميداليات. فالرياضيين بيبقى عندهم حاجه اسمها غيره ايجابيه. طبعا انا مبسوط له كل حاجه بس لا البطوله جايه انا هعلق زي ليه مش انا؟ بالظبط ليه مش انا طبعا. فدي كانت البدايه بقى انا. طيب خلينا بقى نتكلم عن الميداليات بقى والجوائز قويه جدا خلال مده 4 سنين. بالظبط 4 سنين 3 سنين بالظبط او 3 سنين. 3 سنين دينا فكره دي دينا بقى ميداليات. اوكي اول ميداليه دي كانت في بطوله القاهره. اللي جنبها البرونزيه دي كانت في بطوله الجمهوريه. واللي في النص بتاعت تصفيات بطوله العالم في برلين دي طبعا اللي انا بعتز بيها جدا طبعا. دي اللي حققت فيها. ودي اول ميداليه تخش مصر في التصنيف بتاعي من 12 سنه. من 12 سنة. هو اللي بيميز عمرو شويه هو عمرو مش سوبر مان، بس هي الفكره كلها في رياضات الاشخاص ذوي الاعاقه في حاجه اسمها كلاسيفيكيشن او تصنيفات حسب درجه الاعاقه عشان يضمن ان كل بيتنافسوا من نفس القدرات. صحيح. فاحنا من 1 لـ 12. اول حاجه 1 ده بيبقى خاص بالاصابات الشارع الرباعي اللي هي اقوى اصابات الحبل الشوكي. على مستوى العالم ما فيش حد بيتحرك وهو شارع رباعي، ما بالك لو حد بينافس في رياضه زي السباحه. فالتصنيف ده ما فيش في العالم كله غير 7. انا الوحيد في مصر. اوكي ودلوقتي انا الخامس على العالم. ما شاء الله. فالميداليه دي بصراحه دي شيء يعني شيء يعني غالية شيء صعب طبعا. لا ولا والشيء اعتقد ان هو انك وصلت له ده يعني قوه بدنيه وذهنيه وجسديه ما شاء يعني الله كان يعني. في تصفيات بطوله برلين دي عايز اقول لك وانا بكون صوره ذهنيه قبل ما اشوفها كانك انا قريت شويه عن الحادثه وتفاصيلها شويه فقلب 15 مره. انا مش قادر اذكرك برضو بس عشان اقول للناس قد ايه الموضوع قدر يتحول ل 360 درجه يعني انقلاب 15 مره تقريبا عربيه. بسبب كنا ماشيين على 230 فتقلبت 15 مره بسبب 3 كيلو. فالتحول ان ده يحصل ده شيء اقل ما يوصف انه معجزه يعني. كمان حققت رقم قياسي جديد في تاريخ الرياضه. وحاجه فنيه اكتر كمان ان ده مش في التصنيف بتاعي. عشان في الاس بي 1 زي ما قلت لحضرتك ان مفيش غير 7 على مستوى العالم. انا ما فهمناش قوي نقطه الاس بي 1 دي. عايزين نعرف ايه التصنيف ده تقريبا. ده الكلاسيفيكيشن بتاعي اوكي اللي بلعب فيه. ان في مثلا ما ينفعش العب مع اس بي 2 او اس بي 3 عشان دول كلاس تاني. ده بيعتمد على اصابتك اللي تقدر تحركه في جسمك. بيبقى بيعمل لك تيست في الميه وتيست مع دكتور يعني. ف التصنيف بتاعي والميداليه دي انا جبتها في التصنيف بتاع اس بي 2. انا اضطريت ان انا العب في تصنيف اعلى مش بتاعي. اعلى يعني امكانياتهم اعلى مني. والميداليات اللي جبتها في مصر ما كانتش بمزاجي لسبب ان انا كنت ببقى مرغم عليها سواء في مصر او بره مصر. عشان ما فيش حد في تصنيفي نفسه فمش هينفع تلعب لوحدك. صحيح. يا اما بتعتذر عن السباق يا اما بتسابق مع اللي اعلى منك. وده اللي عملته بالظبط. فطبعا لا وعملها بفارق 11 ثانيه. 11 ثانيه عن الـ عن الـ كان عن الوقت المفروض الكلاسيفيكيشن او الام كيو اس دقيقتين و18 ثانيه. انا جبتها في دقيقتين و77. دي موجوده هنا ميداليه برلين ديت. ودي برضو اعتز بيها عشان كان المنافس ليا الاسرائيلي. فالحمد لله انا عرفت ان انا اطلعه من التصفيه يعني. يلا الحمد لله في 60. طيب ايه المشكلات اللي ممكن بتواجه اي من الاشخاص يعني ذوي الاعاقه في فكره رياضه السباحه؟
ايه اللي انت ممكن تكون ممكن ما يكونش مر بيك بس تسمعه؟ او التأهيل لأي رياضة بالنسبة للرياضة عامة، بالنسبة للرياضيين البارالمبيين ان الاكسسبيلتي، احنا ما عندناش معظم الاماكن اللي بنتمرن فيها مش مؤهلة، يعني احنا كمنتخبات بنتمرن في استاد القاهرة بنحتاج رمبات، طبعا بتواجهنا سلالم كتير ودي مشكلة طبعا، فبنحتاج ان احنا طبعا بنتشال او الكلام ده كله، ده بيعرضنا للاصابات اكيد طبعا. في مرحلة اعداد او قبل بطولة بيبقى خايفين جدا من اقل اصابة، فيبقى الموضوع فيه مخاطرة شوية صحيح، فمحتاجين طبعا يكون فيه يعني الموضوع يكون له علاقة بالتأهيل المكان، المكان الإتاحة الإتاحة بالظبط وده اللي احنا بنشتغل عليه في مؤسسة حلم، ان احنا عملنا ابلكيشن اسمه انطلق ده بيبقى عامل زي خريطة بالاماكن الخاصة او العامة. مؤسسة حلم حلم دي تشاركت في تأسيسها ولا انا سفير لمؤسسة حلم على الاشخاص ذوي الاعاقة وبندرس حاجة اسمها disability ethics ننشر الوعي عن الاشخاص ذوي الاعاقة سواء رياضيين او الاشخاص العاديين، ازاي نتعامل معاهم، الثقافة او الوعي وعملنا ابلكيشن اسمه انطلق ده عبارة عن خريطة بالاماكن على الموبايل عادي اي حد بالظبط على السمارت فون بالاماكن المؤهلة للاشخاص ذوي الاعاقة بكل انواعها المنتلي او الفيزيكلي البلايند الديف في منيو مثلا في اماكن او كافيهات او مطاعم يكون بطريقه برايل او الكلام ده، حد بيتكلم لغه اشاره في رمبات لو حد بيستخدم ويل تشير وده موجود في مصر يعني قصدي ما لسه كنت عايزه اسالك يعني بما انك المسؤول عن فكره الاب دي، هل انت شايف انه مصر او يعني القائمين على فكره الكافيهات او النوادي عاملين اللي عليهم في الموضوع ده؟ احنا ابتدينا والدليل على كده ان احنا كنا مؤسسة حلم مضت بروتوكول مع محافظة الجيزة وعملنا اول رصيف مجهز لكل الاعاقات عند جامعة القاهرة طبعا جامعة القاهرة بما انها منبر للعلم فقلنا ان تكون ديت رسالة بداية عملنا رصيف مؤهل فيه رمبات في رصيف بيكون محبب بطريقة معينة للي عندهم اعاقة بصرية يقدروا يستخدموها بالكين ترشدهم من الطريق، والمرحلة اللي شغالين فيها دلوقتي برضو مع محافظ الأقصر ان احنا بنعمل طبعا الأقصر بنها مدينه سياحيه عالميه وكمعلومه هو في مليار سائح على مستوى العالم ذوي الاعاقه مليار سائح مليار، فتخيل لما يكونوا هم واسرهم سياح عندنا في الأقصر يعني من الناحيه الاقتصاديه ده هيكون مليار سائح عائل. يعني طبعا بتتكلم ثلث البشريه بالظبط ومش هيكونوا هم لوحدهم ده هم وعائلاتهم طبعا فاحنا دلوقتي شغالين مع محافظ الاقصر على مدينه بروتوكول وشغالين دلوقتي في تهيئه المحافظه بالكامل والاماكن الاثريه بالذات وده ممكن يبقى سهل عامه في الاقصر شويه طبعا الانفراستراكشر تساعد شويه عن الاماكن المزدحمه زي القاهره طبعا عشان هي في الاول خالص ما كانتش يعني مؤهله دلوقتي انا نسيت بس اجيب فيديوهات للاماكن دلوقتي بقت مختلفه 180 درجه احنا بقى احنا ممكن نعمل فقره ثانيه نشوف بقى فكره تاهيل الاماكن والمنشآت والمدن ازاي، عشان احنا طبعا انت عارف في برضه لو بشكل عام واضح انت مطلع بدا يبقى في شويه تحركات قانون جديد ايضا لذوي الاعاقه الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء في 2017 قال ان في حوالي 11% من المجتمع المصري من ذوي الاعاقه وفي فكره كمان ان الاربع اشخاص من اقارب الشخص ذوي المعاق بيتاثروا بالاعاقه فالتوتال احنا بنتكلم في حوالي 50 مليون بيتاثروا بالاعاقه فطبعا ده بنحتاج يعني مش الشخص نفسه ده كمان المحيطين بيه كمان فاحنا بنحتاج ليه طبعا اهم حاجات طبعا الصحه والنقل والتعليم اكيد تابعت القانون المؤخر صدر طبعا دي خطوه يعني كانت بدايه تحرك جميله جدا جميله جدا في ينقص طبعا اللائحه التنفيذيه بالظبط احنا في انتظار اللائحه التنفيذيه باذن الله تصدر قريب ان شاء الله. طيب التفاصيل بقى البطولات القادمه بقى في تفاصيل. طبعا ان شاء الله الحلم الكبير لمنتخب مصر احنا البارالمبيك 2020 في طوكيو باذن الله دي بنستعد لها من دلوقتي وعندنا ان شاء الله قريب في كمان كام شهر عندنا تصفيات بطوله العالم وهتبقى بطوله العالم اللي جايه ان شاء الله في اول 2019 بتستعد لها ازاي؟ 2019 ده خلاص دهان يعني ده على الابواب يعني خلاص ده خلاص فاضل 6 شهور تقريبا بالظبط احنا تدريبنا 6 ايام في الاسبوع من الساعة 6 الصبح للساعة 8 وبعد كده بيبقى فيه الفيتنس بقى حوالي 4 ساعات يعني تقريبا 4 ساعات يوميا في معسكرات بقى 6 ساعات أو ساعتين سباحة و4 ساعات فيتنس في معسكرات أو كده قبل بيبقى شهرين من قبل بقى البطولة دلوقتي احنا في معسكر مفتوح تدريب يومي وإن شاء الله قبل البطولة بشهر شهرين بيبقى في معسكر مغلق بقى وبيبقى
بشكل مكثف اكتر يعني. طب طموحك انت ايه بقى؟ يعني انت نفسك توصل لايه؟ ايه اكيد كده زي ما قلت طبعا وحلمي طبعا في حاجه عايز تكسر. انت طبعا اتحققت اوريدي كسرت ارقام قياسيه مختلفه الله. لكن في حاجه كده بتبقى دايما جوه الواحد هو انا بحب اقولها دايما ان انا بحب اعتبر نفسي يعني انا زي ما قلت العمر مش سوبر مان. يعني قلنا ان في 50 مليون شخص ممكن يكون في مصر ذو اعاقه. انا بعتبر نفسي رساله اوكي. انا ابتديت يمكن من تحت الصفر تمام. ففي غير عمرو كتير. فانا اللي بحب دايما اقوله ان اي شخص سواء من ذوي اعاقه او مش من ذوي الاعاقه ان هو يدعم شخص سواء يعرفه او من عيلته او حتى لو صديق ذوي الاعاقه عشان الدعم المعنوي ده اهم بكتير جدا من الدعم المادي. صحيح. وبيفرق في الحياه. يعني ممكن يبقى شخص مش لازم يبقى بطل رياضي ممكن يبقى فنان موهوب في حاجه معينه شخص مثقف مخترع. مين اكتر حد ساعدك في المرحله اللي هي دلوقتي انت قاعد بتقول لنا الكلام لا ده كتير كتير يعني انا فعلا ما اقدرش انسى اسم بس يعني عمرو ده ما طلعش كده بنفسه هو في جيش وراه سواء من اهل اصحاب اقارب يعني عمرو دوت وصل لكده دلوقتي نتيجه تعبهم هم وشغلهم وتشجيعهم ليا يعني انا ما عملتش اي حاجه خالص انا كنت معهم يعني لا وكمان قدرتك والابيليتي انت ممكن تكون زي. عندك في ناس كتير تقف جنبك بالزبط. ولكن ما عندكش الحافز لده هي انا دايما بقول ان في الرياضه ما فيش حاجه اسمها كسبان وخسران هو الكسبان لقى طريقه ان هو يكسب بيها الخسران هو لسه ما لقاش طريقه يكسب بيها دلوقتي شويه صور هم احنا بنعرضهم دي كانت في بطوله كاس مصر كانت اول بطوله كسبتها في اسكندريه ده كانت اول بطوله احساسك ايه وقتها ما كنتش مصدق يعني يعني ما كنتش اتخيل اصلا يعني كانت شعور جميل جدا بداية بقى النتائج الملموسه بالظبط انت كمان كرمت من رئيس السيسي وضعت في قائمه الشرف البطل منتخب مصر كله كان اتكرم فعلا خد وسام الجمهوريه للرياضه من الدرجه الثانيه الصوره الثانيه دي كانت كابتن وليد جمال وكان باخر التعليمات ليه قبل السبق بتاعي دي كانت في تصفيات بطولة العالم في برلين دي في برلين دي في برلين دي في 2017 دي لما كسبته خدت فيها المركز الاول في برلين برضه برلين كان العلم في الحاره بتاعتي اللي انا كنت وصلت اول واحد يعني تمام في صور ثانيه دي طبعا ذهبيه بتاعت تصفيات بطوله العالم دي معانا دي بقى بالزبط. الصوره دي معانا بقى حقيقه يعني احنا بنشوف حقيقه دلوقتي مش دي انا لغايه ما رجعت مصر قعدت اربع ايام بسال الكابتن هو انا فعلا كده كسبت ولا بتهزروا يعني كابتن وليد جمال مدير الفني للمنتخب دي ساعه ما كنا بنتكرم على المنصه يعني حتى بعد مدير المدير انا ما كنتش مصدق فعلا يعني ودي احلى صوره دي ودي احلى صوره معلم مصر يعني معلم مصر في الاخر يعني طيب غير ان انت حلمك ايه في الرياضه حلمك ايه الشخصي؟ حلمي الشخصي طبعا ان انا يعني نفسي فعلا ان احنا نوصل تبقى البلد متاحه بنسبه 100% ان شاء الله خلال السنه دي او السنه اللي جايه وان عام ذوي الاعاقه ما يبقاش 2018 بس لا هو يبقى على طول تبقى ثقافه وتبقى تبقى ثقافه بالظبط ان احنا نعرف نتعامل معاهم ونغير الصوره في التعامل ليهم اللي هي صوره ان هم اقل من قدراتهم بالعكس احنا عندنا ناس قدراتهم عاليه جدا طبعا ف يعني يا ريت وزي ما كانت الجائزه اللي هي الزرقاء ديت كنت خدت اتكرمت بالسفاره البريطانيه كاحسن شخصيه رياضيه ملهمه في مصر في عام 2018 فنفسي دي يبقى ال 50 مليون شخص مزور يعني جائزه فيهم الزرقاء دي كان السفير البريطاني اختارني كاكثر شخصيه رياضيه ملهمه في 2018 فنفسي دي ان شاء الله يبقى في 50 مليون منها في مصر ان شاء الله شكرك شكرا جزيلا على تشريفك لينا هنا ويعني رمز من رموز الطموح والامان ويا رب دايما كده تبقى بتوصلنا لمرحله احنا في 2019 خلاص 6 شهور عايزين بالزبط. نوصل ونتابع معاك طبعا اكيد بقى. ان شاء الله كابتن عمرو السوهاجي كابتن منتخب مصر للسباحه البارلمبيه بنشكرك شكرا جزيلا نورتنا واعتقد انه الناس بعد ما تتفرج عليك النهارده اكيد اكيد تاثير هيبقى اكبر صحيح. فقط مجرد التاثير الرياضي وهو مش قليل بس طبعا. التاثير هيتعدى ذلك بكثير وبكثير بشكرك شكرا جزيلا بشكرك بشكركم مشاهدينا وبشكرك يا اميره ميرسي جدا يا حسام بكره ان شاء الله نشوفكم على الف خير وصحه وسعاده وامل وهمه زي ما شفنا مع حضرتك كل الوقت اشوفكم بكره